مساء الخير متابعينا ومتابعي شركة مجمع الشامل فرع جدة. يوم جميل متابعينا وتغطية جديدة من سكشن الأواني. اليوم رح نوريكم الكوليكشن الجديد اللي وصل من الأواني المنزلية الفخمة والجميلة بسعر 5.75 ريال. هللة رح تاخدوها السكشن زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله قديه كبر الجدارية حقت قطع المطبخ الجميل. حبدأ من هنا شوف الأطقم الجديدة اللي وصلت من ضمن تجهيزات شهر رمضان المبارك بسعر 5.75 ريال. هللة هذه أطقم السفرة. يجيكم الطقم 3 قطع فخمين من ملعقة وشوكة وسكين، أو تاخذوا طقم من 3 ملاعق 3 سكاكين أو 3 شوك. وكل الكوليكشن انتوا شايفينه ده من ستايل الماربل ستايل الجولدن بسعر 5.75 ريال. هللة هذه التشكيلة وصلت اليوم للمعرض. اللي يحب الأبيض متوفر، اللي يحبه كمان الأسود الجولدن الرخاميات كمان. التشكيلة جدا فخمة ومميزة وسعرها خرافي مقارنة بالستورز الثانية، مقارنة بالأونلاين 5.75 ريال. هلا اللي راح تاخده المغلف، شوفوا فخامة القطع اللي موجودة في متابعاتنا، جدا جدا جميل الطقم. الكوليكشن الثاني تتراوح عدد القطع فيه من 4 إلى 6 قطع، وكمان بنفس السعر. عندكم المقاسات الكبيرة حقة الأكل، وعندكم المقاسات الصغيرة حقة الحلى. تجيكم الأطقم بدأ من 4 قطع إلى 8 قطع من الكوليكشن الجديد اللي وصل كمان. شوفوا الجولدن ستايل مرة حلوين وفخمين وتفاصيلهم جدا جميلة. هنا تاخذوا 8 قطع، شايفين 8 قطع بسعر 5.75 ريال. هللة شوك ملاعق سكاكين مرة حلوة القطع اللي موجودة هنا في القسم. تعالوا أخذكم كمان على الملاعق حقة الطبخ المقاسات الكبيرة. عندنا كمان جدارية كاملة ونفس الأسعار ونفس القطع نفس الجودة متابعينا. هنا عندكم الكوليكشن الفضي نفس الشيء، في ميكس فضي مع ذهبي، وهنا العدد تقريبا 6 قطع تاخذوها ب 5.75 ريال. هللة اللي عندهم القدور حقة السيراميك والجرانيت، وصلت ملاعق السيليكون حقة الطبخ دي الناس تستخدمها عشان ما تتأثر القدور وما تتخدش عليكم. وصلت تشكيلة مرة حلوة السيليكون بيدات خشبية، وكمان تاخذوا ملعقة الطبخ الواحدة ب 5.75 ريال. هللة الحجم الوسط للناس اللي بتجدد أثاث مطبخها أو تبغى تقضي للشهر الفضيل قطع جديدة. شوفوا عندكم الكوليكشن الذهبي والكوليكشن الفضي، في اللي لامع وفي المطفي. الأسود كمان من القطع الجديدة اللي واصل اللون حاليا متصدر في الأونلاين وفي الستورز الباقيين. وبرضو تاخدوا كل اللي انتوا شايفينه ده القطعة بسعر 5.75 ريال. هللة هنا تشكيلة حتى ملاعق الكيك والبانكيك والخبز برضو 5.75 ريال. هللة متابعاتنا هنا دي الأطقم التوفيرية اللي يجيكم فيها 3 قطع ب5.75 ريال. هللة يا بلاش السعر. هنا السكينة الكبيرة حقت اللحوم، السكاكين اللي هنا يجيكم سكين، هنا المقص، هنا سكين مع جيب للأمان عشان تحطيه في الدرج لو عندك أطفال. هنا سكاكين الفاكهة كمان أطقم جدا جميلة، كل الألوان متوفرة. العدد يتراوح ما بين 3 إلى 6 قطع، هذا هنا اللي كله 6 قطع ب5.75 ريال. هللة عندكم هنا المبشرات بأنواعها، شوفوا الستايل الرخامي والبلو ستايل كمان ب5 ريال 5.75 ريال. هللة كثير كوليكشن، كل القطع اللي تناسب ديكور مطبخ وتناسب ذوقك كمان موجودة. دائما ضمن الأطقم الجديدة اللي وصلت هذه كلها ستانلس ستيل غير قابل للصدأ، تاخذوا قطعتين ب5.75 ريال. هللة ممكن تاخذي المضرب مع مفتاح العلب المعدنية، ممكن تاخذي المبشرة مع الشوكة حقت الستيكات
هذه كلها أطقم 5.75 ريال. هللا لي الطقم. هنا ملاعق الآيس كريم كمان، قطعة البيض شوفوا 5.75 ريال. هللا هنا إلها الراس حقت الثوم، عندكم كثير ألوان واصلة جدا جميلة وسعرها رائع 5.75 ريال. هللا في أكثر من ستايل. ملاعق البهارات الخشبية هذه وصلت أمس للمعرض، تاخدي 6 ملاعق حقت بهارات ب5.75 ريال. هللا في المغلف، اللي يحبوا الإكريليك عندكم 4 ملاعق للسلطة في طقم واحد، شايفين ب5.75 ريال. هللا الملقط حق الأكل كمان أطقم من 3 إلى 4 قطع 5.75 ريال. هللا عندكم هنا الخفاض حق النسكافيه حق الكابتشينو كمان وصل من جديد 5.75 ريال. هللا هذه هنا كلها خمسة ريال وخمسة وسبعين. هللا كل المغلفات التوفيرية دي هنا كمان عندكم، تاخذوا الملقط مع الملعقة مع الفرشة حقت الزيت ب5.75 ريال. هللا فرش الزيت حق الدهن، الأكل والمخبوزات الأطقم دي فيها 4 قطع 5.75 ريال. هللا هنا دي السكاكين حقت المطبخ، شوفوا التصاميم حقتها جدا جميلة. لو تحبوا الخشبيات أو الرخاميات عندكم ألوان مرة كثير كلها بسعر رائع 5.75 ريال. هللا عندكم هنا دي القطاعات تقريبا 8 قطاعات للعجائن وأنواع المخبوزات، تاخدوها بسعر 5.75 ريال. هللا التغريسات حقت الحلا حقت اللقيمات للشهر الفضيل كمان، شوفوا المغلفات هذا فيه له 100 عود تغريسة، هذا فيه 240، هذا فيه 70، ده فيه 80، وكلها تاخدوها بالسعر التوفيري 5.75 ريال. هللا ستايل الشال كي لرمضان، تشكيلة من ملاعق الحلا الخشبية بكوليكشن الشالكي، تاخدوا المغلف في 24 ملعقة أو 24 شوكة ب5.75 ريال. هللا قطاعات البيتزا أشكال وألوان عندكم كوليكشن جدا رائع كلها ب5.75 ريال. هللا الناس اللي تحب المخبوزات والكيك شوفوا أطقم التزيين كمان مغلفات مرة جميلة ب5.75 ريال. هللا الكريمة عجينة السكر لو حابين، قوالب السيليكون حقة الخبز كمان ب5.75 ريال. هللا هذه القطعة الجميلة من القطع اللي توفرت مؤخرا دي عشان تطلعوا نواة التمر من حبات التمر الكبيرة، الناس اللي بيشتروا التمور المحشية بيستاشيو محشية باللوز بالجوز كده يفرغوا الحبات حقتها من النوى، تتحط التمرة هنا وينضغط وتطلع حبة النوى من هنا. هذه هذه القطعة توفرت مؤخرا، تقدروا تلاقوها في نفس القسم برضو بسعر 5.75 ريال. هللا الاسطوانات المعدنية دي حقت الكروسون والمخبوزات والاقماع كمان متوفرة بسعر توفيري، شوفوا عددهم قد ايه ب5.75 ريال. هللا في كل المقاسات متوفرة عندكم. هنا لتزيين الكيك والكتابة عليه وتسوية عجينة السكر كمان في قوالب ومغلفات مرة جميلة. هنا للكريمة القوالب حقة التزيين، السكاكين حقة التزيين كلها مغلفات توفيرية. هنا عسل كريب شوفوا قديه، يعني من برا بناخذها تقريبا حبة ب15 ريال، هنا 4 حبات ب5.75 ريال. هللا من جديدة توفرت كمان عصا العسل، شوفوا مرة حلو المغلف، 3 عصا للعسل اكريليك مع ملعقة مع فرشة دهن كلها ب5.75 ريال. هللا وزي ما شفتوا القسم ما شاء الله قديه الجدارية كبيرة، حاولت اغطي لكم اكبر قسم فيها. خلينا نكمل، هنا كمان عندنا فرادة العجين، اكثر شيء تحتاجوه في الشهر الفضيل، عندكم الستانلس ستيل وعندكم الخشبية، عدة مقاسات متوفرة وكمان بسعر 5.75 ريال. هللا أدوات الشوي الباربيكيو كمان متوفر قسم خاص ليها، العصا حقت الشوي، وهنا كمان القطع كلها تاخدوها بسعر 5.75 ريال. هللا متابعتنا
المصافي حقت المطبخ مرة حلو، المقاسات وسعرها رائع، الوسط والكبير والمتوسط، وتاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75. هل اللي عندكم هنا اللايتنج حق البوتاجاز كمان رجع توفر من جديد وتاخذوه ب 5 ريال و75؟ هل لا؟ اوكي، عندنا هنا كمان نشوف القسم اللي بعد كده ايش فيه متوفر، قطع توفيرية هنا برضو. هذه المصفاة حقت القلي مرة حلوة دي كمان ب 5 ريال و75. هل لا هنا طقم مصافي 3 قطع 5 ريال و75؟ هل لا عندكم العوازل الحرارية حقت السيليكون للقدور للأكواب، الطقم فيه 3 قطع 5 ريال و75؟ هل لا عندكم هنا كمان كل احتياجات المطبخ حتى الملاعق المعيارية حقت المقاسات متوفرة في أطقم مرة جميلة. شوفوا قديه هذا المغلف فيه 8 ملاعق معيارية ب5 ريال و75. هل لا في اكريليك، في الملونات، في اللي تيجي طقم بلون واحد، وكلها الاسعار توفيريه حقتها ب 5 ريال و75. هلا لا العلاقات ذاتيه اللصق، بس تشيل الاستيكر منها وتلصقيها في المطبخ عندك، في التواليت، في غرف الاولاد. شوفي قد ايه عددها، 9 حبات بسعر 5 ريال و75. هلا لا عندكم اكثر من ستايل واكثر من كوليكشن. هنا كمان كوليكشن جديد واصل برضو من العلاقات، تقدر تختاري اللي يناسب لون غرفة أولادك، لون المطبخ، لون التواليت، وانتو بكرامة. في المعدنية وفي العادية، شوفوا العدد، هذه كلها ذاتية اللصق ب 5 ريال و75. هلا لا هذه كمان علاقات تانية للغرف وللملابس، للشنط برضها ذاتية اللصق، مجرد ما تشيلوا اللصق من وراها وتلصقيها، مو محتاجة أي دريل، مو محتاجة إنك أنت لمسامير أو أي أو أحد يساعدك. شوفوا هنا كمان هذا ستايل جديد برضو واصل من اللواصق الذاتية للعلاقات، 5 ريال و75. هلا لا قفل الأمان حق الدواليب حق الأطفال، لو عندك أطفال لسه بيحبوا ما تحب إنهم يفتحوا الدواليب والأدراج، توفر من جديد القفل حق الأدراج ده برا، وفي الأونلاين أسعاره مرة مرتفعة. هنا وفرنا لكم إياه بأكثر من شكل، أكثر من ستايل، ب 5 ريال و75. هلا للي المغلف، عندكم كل الاحتياجات للتنظيم للغرف موجودة، علاقات معدنية كمان هنا موجودة. تمام، هنا كمان ندخل الآن على قسم الحفلات. شوفوا هذه الأطقم حقت التوزيعات اللي بتستنى بيبي، بيبي شاور، عندها بنوتة أو ولد. في كمان تشكيلة من التوزيعات تقدر تاخذوا مغلفات توفيرية. هنا عندكم أطقم الحفلات حقت البيرثدي، يجيكم الطقم 18 قطعة من صحون، ملاعق، أشواك، مناديل، وكل الطقم كامل ب 5 ريال 75. هلا لا البالون حق كشف نوع الجنين اللي برا تقريبا سعره 30-40 ريال، عندكم هنا موجود بسعر 5 ريال و75. هلا سواء كان بوي او حتى جيرل راح تاخذوه بنفس السعر. بالونات وستاندات البالونات حقت الحفلات الكبيره كمان متوفره بسعر جدا توفيري 5 ريال و75. هلا لا اكياس الهدايا، كل الستايلات موجودة وكل الأحجام موجودة. الرمضانية تقريبا بدأت تخلص، بس هم هنا قاعدين يفتحوا البوكسات عشان ينزلوا الكميات الجديدة اللي وصلت، يعني لا تخافوا لو وصلتوا حتلاقوا كل شيء متوفر. هنا المقاسات الصغيرة تقريبا المغلف في 6 أكياس ب 5 ريال 75. هلا لا ندخل الآن على زينة رمضان الورقية، ما شاء الله قد ايه جميلة التفاصيل اللي واصلة وأحجامها كبيرة، يعني المغلف ده 4 متر فيه 10 فوانيس بدا الشكل، ارتفاع 2027 سنتي. كل التفاصيل راح تلاقوها على نفس المغلف، عندكم كثير أشكال، عندكم كثير ألوان، عندكم جدارية كاملة متوفر فيها كل الأشكال اللي تحتاجوها لزينة رمضان. شايفين هذه الكبيرة، هذه المعلقة الكبيرة، في رمضان مبارك، في شهر مبارك، هذه تقريبا ارتفاعها 70 سنتي. خليني اوريكم تفاصيلها،
حجمها كبير دي. هنا كمان شكل الفانوس. هنا هذه القماشية شكل الفانوس برضو. هنا هذه الورقية وكلها كبيرة. شوفوا هنا والمغلف تاخدوه ب5.75 ريال. هذا لكل الألوان والألوان اللي انتو شايفينها. اوكي خليني اورديكم القسم الثاني ونشوف مع بعض ايش عندنا كمان الواجهه الثانيه من تجهيزات رمضان. نشوف هنا هنا الاكريليك التغريسات والتعليقات كمان. شايفين رمضان مبارك ستايل المسجد. هنا هذه مضيئه، دي خشبيه لكنها مضيئه تعطيكم إضاءة مع البطارية حقتها بعبارة رمضان مبارك. هنا التاجات حق التلاجات الشاي والقهوة وحتى الجكات حق العصير. شايفين مرة حلوين أهل رمضان. تاخدوا 3 تاجات إكريليك ب5.75 ريال. هللا رمضان مبارك، رمضان شهر الخير. هنا 6. هنا كمان تعليقة بهلال رمضان، عفوا هذه العيد، حتى حقة العيد وصلت. هنا كل عام وانتم بخير. هذه ارتفاعها 15 سنتي، حبتين ب5.75 ريال. هللا هنا كمان 3 تاجات. هنا تعليقة وتغريسة كيك، هنا تغريسة حلويات برضو، كلها جاية مغلفات توفيرية بسعر جدا جميل. هنا هلال رمضان عندكم برضو تعليقات، هذه للأبواب تعليقات للأبواب، تعليقات جدارية، كلها دي بسعر 5.75 ريال. هلل للمغلف الواحد متابعتنا. هذا الستاند الخشبي كمان جاي معاه دي لمبة بالبطارية حقتها منه، وفيها برضو ب5.75 ريال. هلل هذا شكل النجمة برضو مع المسجد وهلال رمضان 5.75 ريال. هلل الأشكال اللي جاي على فلين، هذه يجيكم المغلف فيه 3 قطع، الهلال والنجمة والفانوس. بعضها يجيكم الفانوس كبير لوحده، فتتراوح القطع من قطعة إلى 2 إلى 3 قطع في مغلف واحد بسعر 5.75 ريال. هلا خليني أوريكم المضيئة دي، إن شاء الله تنور معاي عشان أوريكم كيف إنها بتضيء. يس أهو شايفين، هذه هي كده تعليقة خشبية لرمضان جاية بشكل فانوس، في منها الإطار الأبيض وفي الإطار الأسود، وكلها البطارية منها وفيها، مرة حلوين ب5.75 ريال. هللا هذه يمكن أمس وصلت. فين كمان ممكن نشوف قسم الحفلات كمان؟ هنا عندنا شايفين الأطقم حقت التقطيع والشموع، تمام اوكي. شايفين هذه كل المغلفات ب5.75 ريال. هللا للمغلف الواحد. خلينا نشوف كمان ايش وصلنا، حوريكم مناديل رمضان والشهر الفضيل في الصالة الثانية. برضو وصلت تشكيلة مرة رائعة من المغلفات التوفيرية حقت المناديل الرمضانية، بس خلوني أغير عشان في عملاء في المكان، فماني حابة أصورهم، فدقائق بس عشان أوصل لي السكشن اللي هنا أوريكم المناديل الرمضانية حقت السفرة. وصل تقريبا 7 أو 8 أشكال، وطبعا كل الصالات ما شاء الله فيها كل احتياجاتكم للمطبخ، مناشف، أطقم لعوازل القدور والصحون. شوف المناديل أهي، هذا الكوليكشن اللي وصل تقريبا 40 منديل سفرة 5.75 ريال. هللا في هذا الشكل كمان، هنا عندكم ذا الشكل، هنا الشكل الكلاسيكي اللي تعودنا عليه، هنا عندكم ذا كمان رمضان، هنا رمضان، وهذا كمان ستايل تاني. إذا ما انتم حابين رمضانية في كمان السادة في الملونات لو عندكم حفلة للأطفال. هذه حقة العيد كمان وصلت لو حابين
تبدأوا تجهزوا كمان من بدري. طبعاً القسم هنا في كل شيء، حتى أغطية الأنابيب الغاز حتلاقوها، الصفر الرمضانية موجودة كمان عندكم، اللبادات ستايلات مختلفة، صفرة رمضان البلاستيك كمان متوفرة بأشكال مرة كثير، اللبادات ستايلاتها مرة حلوة، خاماتها جداً جداً جميلة. شوفوا 5.75 ريال، هلا ممكن تكون للطاولات، ممكن تكون عوازل لقدور الطبخة عندك في المطبخ. اللباد هنا كمان أشكال مرة جميلة الواصة، في بعضها تيجي أطقم من 6 قطع، في بعضها بالحبة الوحدة تقدروا تاخدوا. هذه من السيلات الجديدة، هنا في الغوامق، هنا في أكثر من شكل متابعينا. هذه كانت تغطيتنا لقسم الأواني والمطبخ، حاولنا نغطي جزء من قسم الهدايا وتجهيزات الشهر الفضيل من زينة رمضان ومن تعليقات رمضان. نشوفكم بكرة إن شاء الله في تغطية القسم جديد، يعطيكم العافية. زي ما قلت لكم الناس اللي من جدة يكتب إنهم من جدة، التغطية كانت في فرع شركة مجمع الشامل في جدة الواقع شارع 60 شمال دوار الفلك. في انتظار زيارتكم وتشريفكم للمعرض، يومكم جميل جميعا يا رب.